هذه سائلة تقول: أنا سيدة أعمل كوافيرة، أي قص شعر مع تزيين العرائس للسيدات فقط، فما حكم ذلك مع العلم أن دخل زوجي الشهري لا يكفي لإعالة الأطفال؟ أرجو أن يكون الرد خطيا وشكرا. أنصحك أن لا تعملي هذا العمل، عمل الكوافيرة، لأنه يكون فيه أشياء محرمة وأشياء منكرة، والناس ما يريدون، أغلب الناس ما يريدون الشيء المباح، إنما يريدون الشيء الممنوع. فأنصحك أن تتركي هذه المهنة وهذه الحرفة، وأن تطلب الرزق بغيرها.